بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يستمر صمود شعبنا في وجه العدوان وفي ظل حرب الإبادة التي يشنها عليه الكيان الصهيوني، وتبلي كتائب القسام وقوى المقاومة الفلسطينية في المعركة خير بلاء، وتدير معركتها بكل قوة واقتدار وسيطرة وتحكم، وتحسن الأداء في خططها وفي مواجهة عدوها. هذه الخطط التي تسير حتى الآن كما هو مقرر لها، ونحن واثقون بإذن الله سبحانه وتعالى من هزيمة الاحتلال في هذه المواجهة. ونؤكد هنا أن العدو الصهيوني يتكبد خسائر فادحة في عدوانه، وجيشه الذي لطالما تغنى بأنه لا يقهر يقف عاجزا أمام مقاومتنا الباسلة، ويعلن القسام في كل حين خسائر هذا العدو. ونؤكد أن مزيدا من الصور والوثائق واللقطات ستجد طريقها إلى الإعلام قريبا بما يكشف من هذه البسالة من جانبنا الفلسطيني ومن العجز والخور في جانب الاحتلال. أيها الإخوة، حتى اللحظة لم يتمكن الاحتلال الصهيوني من تحقيق أي مكسب عسكري أو عملياتي رغم شهر من القصف والعدوان على شعبنا، ويحاول أن يسوق لنفسه إنجازات كاذبة ووهمية، إذ لا تتحرك دباباته إلا في مناطق مكشوفة ومفتوحة وفي ظل دعم وغطاء من الطيران الحربي الجبان الذي لا يحسن إلا قصف المدنيين واستهداف النساء والأطفال، ويخاف في ذات الوقت من ضربات المقاومة. لقد تم حتى الآن تحييد المئات من جنود العدو بين قتيل وجريح، والعدو يتكتم على خسائره البشرية والمادية خوفا على جبهته الداخلية ونظرا لانقساماته الداخلية الكبيرة. إن صمود شعبنا ومقاومتنا كفيل بدحر العدوان وحرمان العدو من تحقيق أي من أهدافه. ثانيا، في المجازر وحرب الإبادة على شعبنا وأهلنا الآمنين، إن العدو أيها الإخوة ينتقم لعجزه أمام المقاومة باستهداف المدنيين بشكل مباشر، مغطيا بذلك أو محاولا بذلك أن يغطي على فشله. وإحصائية الشهداء والجرحى حتى اليوم السبت 4 نوفمبر، نحن نتحدث عن 9488 شهيدا، منهم 3900 طفل، و2509 امرأة، بنسبة تقارب 70% من الشهداء، إضافة إلى 2200 مفقود تحت الركام أغلبهم من الأطفال، وإصابة 24158 جريحا بجروح مختلفة. هؤلاء الجرحى ليسوا والشهداء ليسوا مجرد أرقام، بل هم بشر، لهم أهل، لهم آمال وطموحات. يرى العالم عدوان الاحتلال ولا يحرك ساكنا. هؤلاء الأطفال الشهداء هل هم آلة عسكرية تواجه الاحتلال حتى يقصفها بالطيران؟ ما الذي يظنه هذا العالم عندما يحمل أب طفله الذي صرع تحت قصف الاحتلال؟ هل يعتقد هذا العالم أن هذا الرجل ومثله الآلاف من الآباء المكلومين سيقف متفرجا على الجريمة على أبنائه وهم يقتلون؟ لن يقتنع هذا ومثله الآلاف إلا بشيء واحد، أن الحل والسلام لن يتحقق إلا بزوال الاحتلال. هؤلاء الأطفال الستة من عائلة واحدة، من أسرة واحدة، قتلت هذه الأسرة وقتل أبناؤها الستة الأطفال. هل هذه هي حقوق الإنسان
التي ينادي بها بلينكن الوزير اليهودي في الإدارة الأمريكية كما يقول عن نفسه؟ هل هذا الطفل يقود دبابة في مواجهة الاحتلال حتى يقتل ومثله 3900 طفل حتى اللحظة؟ هذا نموذج لما يشاهده القطاع الطبي الصامد حتى الآن. تخيل هذا الطبيب يحمل طفله الذي ولد حديثا يأتيه بين الشهداء وهو يقوم بمهمته في علاج الجرحى والشهداء من أبناء شعبنا. هذه الطفلة هذه صورتها قبل أن تقصف، وهذه صورتها بعد أن أخرجت من تحت الردم. هل كانت تشكل خطرا على الكيان الصهيوني أو تشكل خطرا على المخططات الأمريكية التي تريد قتل شعبنا وإنهاءه وإفناءه؟ هذه الطفلة التي لا تعرف من الحياة معنى سوى أن تبحث تحت الركام عن كتبها، تفتقدها، تشتاق لمدرستها التي قصفها الاحتلال ودمرها. هذه نماذج لمعاناة الشعب، وهذه النماذج هي التي يقف المتحدث العسكري الصهيوني أو رئيس وزراء الكيان الإرهابي النازي أو غيره من وزراء الحرب وأعضاء مجلس الحرب كما يسمون ليتحدثون عن إنجازات. لقد اعتدى الاحتلال على 105 مؤسسات صحية وخرج منها 16 مستشفى من الخدمة، وارتكب في هذه الجرائم قرابة 1000 مجزرة بحق أهلنا في قطاع غزة. وبالأمس رغم التنسيق مع الصليب الأحمر الدولي ووكالة الأونروا قصف العدو موكب سيارات إسعاف تحمل جرحى في طريقهم لمعبر رفح، وتم قصف الموكب عدة مرات ما دفع الموكب للرجوع إلى مستشفى الشفاء. إننا نطالب الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية تحمل مسؤولياتهم والقيام بدورهم حسب القانون الدولي في حماية ومرافقة الجرحى وسيارات الإسعاف، فضلاً عن تأمين مستلزمات الإغاثة والعلاج لهؤلاء الجرحى. إن القصف المباشر والمتعمد وارتكاب المجازر ضد المدارس التي تؤوي النازحين كما حصل يوم أمس في مدرسة أسامة بن زيد في منطقة الصفطاوي، وكما حصل اليوم في مدرسة الفاخورة والتي ذهب ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى، يرتب مسؤولية عالمية على الأمم المتحدة وعلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في توفير الحماية لهؤلاء النازحين إلى المدارس. وهنا نود أن نؤكد أن المستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة تعيش في حالة كارثية وباتت عاجزة عن التعامل مع الكم الكبير من الجرحى في ظل النقص الحاد في الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية. ونستنكر إزاء ذلك كله العجز الدولي الذي يرضخ لإملاءات الاحتلال ويعجز عن إنقاذ المستشفيات والجرحى. فالعدو يرتكب جريمة ضد الإنسانية وقد يكون الصمت شراكة فيها. إننا نحمل الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن شخصياً وعلى وجه الخصوص المسؤولية الكاملة عن تلك المجازر التي تتم بضوء أخضر وبالسلاح الأمريكي وبغطاء سياسي أمريكي. وإن هذه الإدارة المجرمة تضلل العالم عبر الادعاء بحرصها على إلزام الاحتلال بتجنيب المدنيين الاستهداف، لكن وقائع ما يجري على الأرض تؤكد خلاف ما تدعيه هذه الإدارة الأمريكية. فخلال زيارة وزير الخارجية الأمريكية بلينكن يوم أمس إلى الكيان الصهيوني، وعلى خلاف ما يدعيه ارتكب الاحتلال جريمة الاعتداء على 3 مشافي وهي مستشفى الشفاء ومستشفى القدس والمستشفى الإندونيسي، في ظل تواطؤ كامل من الإدارة الأمريكية مع هذا الإجرام. ثالثا، فيما يتعلق بمعبر رفح، نؤكد أن ما يدخل عبر معبر رفح من إغاثة لا يكفي للحد الأدنى من احتياجات شعبنا، وندعو لفتح المعبر بشكل كامل كما كان قبل 7 أكتوبر
ليكون مفتوحا أمام الأفراد والبضائع والحاجات الإنسانية. وندعو هنا الدول والحكومات العربية والإسلامية لدعم هذا المطلب ودعم موقف مصر في فتح هذا المعبر وإرسال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود لشعبنا. لقد كان اتفاقنا حول معبر رفح أن يتم خروج الأجانب والجرحى وأن يتم إدخال المواد الإغاثية. هذا الاتفاق الذي تم خرقه ومخالفته وتعطيله من خلال استهداف سيارات الإسعاف التي تنقل الجرحى وعدم السماح لها بنقل جرحى الشمال إلى معبر رفح يجعلنا نحمل العدو مسؤولية تعطيل الاتفاق وتعطيل خروج الأجانب والجرحى في ذات الوقت. فيما يتعلق أيضا في المعبر وللأرقام، منذ أن فتح المعبر دخلت 440 شاحنة فقط دخلت 440 شاحنة فقط، وهي لا تكاد تغطي شيئا من حاجات شعبنا، إذ ما كان يدخل إلى قطاع غزة في ظل الحصار 500 شاحنة على الأقل يوميا. وخرج 142 جريحا للعلاج، فيما غادره 1058 من الأجانب. رابعا، بخصوص المواقف العربية والإسلامية الرسمية، ما زالت المواقف العربية والإسلامية الرسمية ضعيفة ولا ترقى إلى مستوى مجزرة القرن وحرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في عدوانه على غزة. إننا نطالب بخطوات حقيقية يمكن أن تحدث أثراً في ردع العدوان وداعميه، وندعو لاستخدام أوراق القوة للضغط على الاحتلال والإدارة الأمريكية لوقف شلال الدم، ونؤكد على ضرورة أن تقوم الدول التي لها علاقات مع الكيان النازي الصهيوني والدول المطبعة أن تبادر إلى قطع هذه العلاقات وطرد السفراء وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان الغاصب لفلسطين الشاذ عن منطقتنا. ونطالب بقرار عربي وإسلامي يدعو لوقف بيع النفط والوقود لكل الدول التي تدعم هذا العدوان على شعبنا. وندعو كذلك إلى الضغط على الإدارة الأمريكية والدول الداعمة للعدوان والتهديد بوقف مصالحها الاقتصادية والتجارية مع دولنا وأمتنا. إننا في هذا السياق ندعو كذلك إلى موقف حاسم تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مؤامرة سياسية يحاول بلينكن نسج خيوطها بهدف تركيع شعبنا وإعادة الكيان الصهيوني إلى الواقع الذي كان عليه من هيمنة وعدوان قبل 7 أكتوبر. خامسا، في استهداف الصحافة، نؤكد أيها الإخوة أن العدوان على الصحافة في غزة عدوان ممنهج ومبرمج، وهو يرتبط بالمجازر والعدوان الكامل، إذ يسعى العدو إلى كتم الحقيقة ومنع التغطية الصحفية لتلك الجرائم. وعليه فقد صار الصحفيون في دائرة الاستهداف الصهيوني المباشر. نحن نتحدث عن 46 شهيدا من الصحفيين حتى الآن، وذلك عبر الاستهداف المباشر لهم أو باستهدافهم وعوائلهم، كما جرى مع مراسل الجزيرة ومهندس إرسالها ومع مراسل قناة فلسطين الفضائية. إن أغلب المباني التي تضم الصحفيين قد تعرضت للقصف والاعتداء الصهيوني، فقد تعرض بالأمس مبنى حجي الذي يضم وكالات إعلامية عالمية للقصف، ومنها حتى يسمع ماكرون جيدا، ومنها الوكالة الفرنسية. وقبلها تعرض برج الغفر للقصف، والذي كان يضم أيضا مكاتب إعلامية. إننا من هذا الموقع نوجه الشكر والتحية للصحفيين الذين يواصلون نقل الجريمة الصهيونية في غزة للعالم رغم ما يتعرضون له من قتل وإرهاب. سادسا، في الحركات الشعبية حول العالم، نوجه التحية للشعوب والجماهير الحرة حول العالم التي تخرج للتعبير عن رفضها للعدوان. وهنا لا بد أن نقول أننا في حركة حماس
نقدر ما جاء في خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم أمس الجمعة، ونقدر دور الإخوة في حزب الله وقوى المقاومة في مواجهة الاحتلال، ونحن نخوض معركة تاريخية مصيرية دفاعا عن القدس والأقصى نيابة عن الأمة. هذه المعركة تحتاج كل جهود أمتنا العربية والإسلامية دولا وشعوبا، كما تفعل حركات المقاومة من أجل وقف العدوان وتحقيق الانتصار للمقاومة على طريق تحرير القدس وفلسطين وتحقيق العودة. ونؤكد هنا أيضا دعوتنا للجماهير إلى الاستمرار في الفعاليات التضامنية والاعتصام أمام سفارات الاحتلال وداعميه للضغط من أجل وقف العدوان وتكريس المقاطعة لكل الشركات التي تدعم الاحتلال. ختاما نوجه التحية، كل التحية، لشعبنا الذي يكتب بدمه ولحمه أروع ملحمة من ملاحم البطولة والصمود في وجه الإرهاب الصهيوني، والتحية لشعوب أمتنا الحية ولأحرار العالم الذين لم يتوقفوا عن الحراك لنصرة شعبنا بقضيتنا ومقاومتنا، والتحية لرجال المقاومة الذين يثبتون في الميدان أنهم أولي بأس شديد، والتحية للشهداء من شعبنا في غزة وفي الضفة، ولشهداء لبنان على طريق تحرير القدس، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف تعلق على الشبكات الدائرة في جنوب لبنان منذ الصباح بوتيرة مرتفعة؟ في سؤال ثاني، ما تتوقعون من اجتماع وزراء خارجية في الأردن مع بلينكين، وهل تتوقعون وقف لإطلاق النار في هدنة إنسانية؟ يعني سأبدأ ربما بالسؤال الثاني فيما يتعلق باجتماع وزراء الخارجية. نحن في ظل ما يجري من مقاومة وفي ظل أيضا ما يجري من عدوان، نتوقع أن يسمع بلينكين الذي قدم نفسه على أنه يهودي قبل أن يقدم نفسه على أنه وزير خارجية أمريكا، ومن هنا نفهم سر انحيازه للكيان الصهيوني. نتوقع أن يسمع كلاما واضحا عن مسؤولية الإدارة الأمريكية حول الجريمة التي ترتكب في غزة. نتوقع أن يسمع كلاما واضحا أنه كما رفض العرب ولا سيما مصر والأردن خطة التهجير الصهيونية لغزة لأبناء غزة منها، فإن عليه أن يوقف العدوان وألا يأتينا بأفكار لا يمكن أن تجد طريقها إلى التنفيذ. فليعلم بلينكين وليعلم كل من يتعامل معه أن صاحب القرار والإرادة في مستقبل الفلسطينيين ومستقبلنا نحن كشعب مقاوم هو هذا الشعب نفسه، هو الذي يقرر ما يريد وهو الذي يختار ما يشاء. ولهذا أنا أرجو أن يسمع من وزراء الخارجية العرب كلاما واضحا في هذا السياق، وأنه لا يستطيع أن يبني تحالفا عربيا ضد الشعب الفلسطيني بحال من الأحوال. فيما يتعلق بفعل المقاومة واشتباكها في جنوب لبنان، أنا أعتقد أنه خطاب سماحة السيد يوم أمس كان واضحا أن الحزب حزب الله قد دخل، وإلى جانبه قوى مقاومة فلسطينية قد دخل هذا الاشتباك مع العدو في ثاني يوم من أيام المواجهة في 8/1 الماضي، وأن احتمالات مفتوحة لما يمكن أن يحصل، وأن ما يتم هو جزء من الواجب تجاه هدفين أساسيين، تجاه وقف العدوان على قطاع غزة وتحقيق انتصار لحماس وللمقاومة. هذا جهد مقدر، ونحن نعتقد أن مآلات معركتنا مع الاحتلال ستكون نصرا لنا وللمقاومة خيارا وقوة بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم.